فيلم مام اند داد، عيلة مكونة من 4 أفراد عايشين في واحدة من ضواحي أمريكا. الأب برينت والأم كيندل بيحبوا أولادهم، لكنهم بيبقوا كارهين فكرة إن حياتهم اتغيرت بعد ما خلفوا. ابنهم الصغير جوش عنده 7 سنين، أما كارلي الكبيرة كانت في سن المراهقة. في بداية الفيلم كارلي كانت بتتكلم في الموبايل مع صديقها ديمون. والدها ووالدتها ما بيحبوش الشاب ده، لكن كارلي طبعا ما بتهتمش، وبتخطط هي وديمون يقابلوا بعض بالليل لما ديمون يخلص اخر اختبار ليه. وقت الفطار كانت الشغاله سوني بتسمع في الاخبار ان في ام سابت ابنها يموت في حادثه عربيه. سوني جابت معاها بنتها ليزا في الشغل، ومخططين يخرجوا مع بعض بعد ما ينظفوا البيت. العيله بتكون مستنيه والد ووالده برانت بالليل على العشاء، بس كارلي بتبقى عايزه تلغي العشاء عشان تخرج مع ديمون، وده بيعمل خناقه بينها وبين والدتها. كارلي سرقت $100 من شنطة والدتها من غير ما تقول لها عشان تقضي وقت مع صاحبتها المقربة رايلي. كيندل بتوصل بنتها للمدرسة، وهم في الطريق بيدخلوا في نقاش تاني. كارلي بتقول لمامتها بأسوأ ان حياتها مملة وبتنزل من العربية. بنرجع للبيت، جوش بيضرب والده بالكرة وهو بيلعب، وهنا برنت بيبص لابنه وعينه بتطق شرار، لكنه بيضحك وبياخد الموضوع بهزار. بس بنشوفه بيشوط عربية جوش اللعبة قبل ما يمشي. الشغالة سوني كانت بتعمل شوية فراخ، وبنتها ليزا واقفة جنبها بتتفرج على جوش وهو بيلعب في البيت. فجأة جوش لف وشاف سوني وهي بتضرب بنتها لحد الموت. في الوقت ده كيندل كانت خارجة مع صاحبتها جين واللي تبقى والدة رايلي. كانوا بيتكلموا عن جينا أخت كيندل الحامل، ولما كيندل بتفتح شنطتها اتفاجئت إن فلوسها مش موجودة. جين بتقول لها إن بنتها بتسرق منها دايما، بتلمح يعني إن ممكن كارلي هي اللي تكون عملت كده. كارلي كانت في الفصل، وساعتها بتيجي مكالمة للمعلم بتطلب يبعت طالب لمكتب المدير. بعد شوية بتيجي مكالمة ورا التانية، والمدرسة كلها بتبقى متحوطة بعربيات الشرطة. كارلي ما بتشغلش بالها بالموضوع قوي، بتروح هي وصاحبتها رايلي للحمام، وهناك رايلي بتشتكي إن أمها مش تمام، بيشتروا مخدرات من بنت، ولما بيخرجوا بيلاقوا المدرسة مقلوبة، الطلاب كلهم بيجروا، ومفيش مدرسين في أي مكان. انضموا ليهم وشافوا والدة زميلهم في الفصل بتحاول تنط من فوق سور المدرسة. بره المدرسة بيكون واقف عدد كبير جدا من أولياء الأمور عايزين يدخلوا المبنى، لكن الشرطة والأمن بيمنعوهم. واحد من الأطفال ما بيكونش عارف يعمل إيه، بيجري على والدته لكنها بتقضي عليه بوحشية بمفاتيح عربيتها. بيحصل هيجان أكتر لما بيبدأ أولياء الأمور يضربوا أولادهم بوحشية، وفي اللي منهم بيقتلوهم كمان. كارلي ورايلي قدروا يبعدوا عن الزحمة ودخلوا عربية رايلي. بيكونوا مش فاهمين إيه اللي بيحصل ومحتارين يعملوا إيه، بيتحركوا على طول على بيت رايلي. في الوقت ده ديمون كان جوه الامتحان، وكان لسه فاضل ساعة في وقت الامتحان، لكن أولياء الأمور كانوا متجمعين قدام اللجنة مستنيينهم. المراقبة بتحس إن الموضوع غريب بس بتطنش، ملهاش دعوة. ديمون خلص أول واحد وخرج من اللجنة، بيظهر أولياء الأمور وراه وبيجروا عشان يقابلوا أولادهم. ديمون اتصل بكارلي عشان يطمنها إن الامتحان كان كويس جدا. لما وصل للبيت لقى والده قاعد على الكنبة وهو سكران محطش في باله، وبدأ ينظف البهدلة اللي في المطبخ. فجأة والده بيدخل عليه وبيضربه بالقلم على وشه. في البداية ديمون قال اللهم اغزيك يا شيطان عشان عارف انه سكران، بس الدنيا بتسخن لما والده بيهاجمه بإزازة مكسورة. بيمسكوا في خناق بعض، والده بيقع على الأرض وبيطعن رقبته بالغلط وبيموت. في نفس الوقت كيندل كانت قاعدة في عربيتها بتفتكر مقابلة الشغل الفاشلة اللي راحتها. صاحب الشغل قال لها ان عندها ولدين وكمان عطل عن العمل بقالها اكتر من 15 سنة عشان كده ما يقدرش يسمح لها تشتغل بسهولة. لما شافت كل اللي حياتها وصلت له بدأت تنهار تماما، وهي بتبكي بتجيلها مكالمة ان جينا اختها بتولد. بتجري بسرعة على المستشفى، وهناك بتشوف ناس كتير واقفين بيتفرجوا على الاخبار اللي بتتكلم عن الاهالي اللي بيقتلوا اولادهم. وقبل ما تفهم كل التفاصيل اختها بتنادي عليها. جينا ولدت طفلة سليمة الحمد لله، بتشيلها بين دراعاتها، لكن للأسف اللحظة جميلة بتتحول لكابوس لما بتبدأ تخنق بنتها. بيحاولوا يوقفوها لكنها بتمسك مقص وبتبقى عايزة تأذي بنتها، وهنا كيندل بتاخد البنت من إيدها وبتخرج بره. بتبكي بشكل هستيري وبتسأل ممرضة إيه اللي بيحصل. الممرضة بتاخد الطفلة لمكان آمن وبتقول لها إن كل الآباء اتجننوا. قدام جناح الأطفال حديث الولادة الآباء واقفين بيحلقوا في أطفالهم اللي لسه يدوب مولودين ومستعدين عشان يهاجموهم. كارلي ورايلي وصلوا أخيرا لبيت رايلي. كارلي قعدت تشوف الأخبار، أما رايلي طلعت للدور اللي فوق. الأخبار بتتكلم عن فيروس غامض انتشر في العالم كله بيخلي الآباء عندهم رغبة في قتل أطفالهم، وهنا كارلي بتتفزع بتطلع فوق عشان تشوف صاحبتها. اتصدمت لما شافت والدة رايلي بتخنقها وبتقتلها، بتترعب وبتهرب من البيت. بتلاقي راجل واقف في الشارع ومعاه مضرب بيسبول غرقان دم، شكله خلص على ابنه هو كمان. ديمون بيقابلها وبيقول لها لازم تبعد عن والدها ووالدتها. بعدها بيروحوا هما الاتنين لبيت كارلي عشان يطمنوا على جوش. في الوقت ده برنت كان في مكتبه مريح شوية، بيصحى وبيطلب من السكرتيرة بتاعته ما تستقبلش أي مكالمات. بعدها بيبص لصورة أولاده وبيصرخ، وده معناه إنه اتصاب هو كمان بالفيروس. ديمون وكارلي وصلوا البيت لقوا الشغالة سوني لسه هناك. بيمشوا بحذر وبيسألوها فين جوش. الست ردت بكل هدوء وقالت لهم إنه في غرفته. الاتنين لمحوا الممسحة في إيدها وكانت مليانة دم،
وساعتها اتاكدوا ان في حاجه وحشه حصلت. كارلي بتجري بسرعه عشان تشوف اخوها، اما دي ممكن واقف بيراقب الشغاله. كارلي بتلاقي جوش تحت سريره وبيبكي، بيقول لها ان سوني عملت حاجه وحشه في بنتها لكنه ما بيشرحش ايه هي. سوني بتاخد عربيتها وبتمشي بعد ما نظفت البيت، لكن برنت المصاب بيوصل بعدها على طول. بيدخل البيت وبيشوف ديمون في المطبخ. لما بيأمره يخرج من بيته، جوش سمعه وخرج من تحت السرير. كارلي بتقول له يجي معاها بسرعه، لكن جوش بيصمم ياخد شنطته معاه. برنت بيكون خلاص هيهاجم ديمون، لكن جوش بينادي على والده في الوقت ده. الراجل اول ما بيشوف ابنه بيتجنن خالص وبيبقى عايز يهاجمهم باي شكل. ديمون بيحاول يمنعه، لكن برنت بيضربه بالبوكس في وشه وبيغمى عليه. بعدها بيجري وراهم، بس العربيه اللعبه بتاعه جوش بتقوم بالواجب وبتوقعه. وبكده بقى قدام كارلي وجوش فرصه ينزلوا في البدروم ويقفلوا على نفسهم. لما نزلوا لقوا كل حاجه في البدروم اتدمرت تماما. قبل الكارثه بثلاث اسابيع برنت اشترى ترابيزه بلياردو وحطها في البدروم وحوله المكان خاص بيه. بيكون راضي جدا عن اللي عمله، لحد ما كندل بتشوف اللي اشتراه وبتساله كلف قد ايه الحوار ده. بيبدا برنت يزعق في وشها وبيقول لها انه يستحق يفك عن نفسه شويه لانه هلكان في الشغل. لما اتخانقوا مع بعض قام جايب شاكوش وقعد يكسر بجنون كل اللي يدوب عمله. بيقول ان نفسه يحس انه صغير من تاني وما عندهوش هموم، بس عارف ان ده مستحيل. كندل بتقول نفس الكلام وانها ضحت باحلامها ومستقبلها عشان عيلتها، وبرغم انها بتحبهم كلهم بس بتفتقد نفسها القديمه. بنرجع للحاضر، كندل بترجع للبيت بسرعه وبتتمنى ان اولادها يكونوا بخير. بتسمع في الراديو بيحذروا الاباء وبيقولوا لهم يبعدوا عن اطفالهم قدر الامكان، لان الواحد ما بيبقاش عارف ابدا امتى هيتصاب. كندل بتوقف عربيتها بسرعه، لكن للاسف كان فات الاوان. بالفعل بقت مصابه ووصلت بيتها. بتدخل البيت وبتنضم لبرنت. بيخبطوا على باب البدروم وبيطلبوا من اولادهم يخرجوا. كندل بتاخد منشار كهربائي وبتحاول تكسر الباب، وفي نفس الوقت برنت بيروح للغرفه عشان يجيب مسدسه، لكنه بيلاقي علبه المسدس فاضيه. وهنا جوش بيضرب نار على والدته من ورا الباب والرصاصه بتيجي في كتفها. اتضح ان جوش سرق مسدس والده وحطه في شنطته من فتره. كندل بتخلي زوجها يحط لها كحول على جرحها، واولادها بيكونوا قاعدين في البدروم وسامعين صراخ والدتهم من كتر الالم. بالرغم من كده امهم كانت صعبانه عليهم. دلوقتي كندل وبرنت مش هيقدروا يدخلوا البدروم بالعنف، لانهم بقوا خايفين الاولاد يضربوا عليهم نار. برنت بيفكر في طريقه تانية، بيوصلوا انبوبه غاز سام بالبدروم، وبكده بيخططوا يخنقوهم بالغاز لحد ما يغمى عليهم ويهاجمهم في اللحظه المناسبه. كندل بتغطي الفتحات اللي عملتها في الباب من شويه باللزق عشان الغاز ما يتسربش. كارلي بتلاحظ ده وبتخرج صوابعها عشان تاكد بس، لكن والدتها بتهاجمها مره تانية. لما الغاز بيبدا يملى البدروم، كارلي بتفهم اللي والدها ووالدتها بيحاولوا يعملوه. بيعدي وقت طويل، كندل وبرنت قاعدين مستنيين بفارغ الصبر ان اولادهم يستسلموا. لما بيبداوا يكحوا بسبب الغاز وبيكونوا خلاص هيتخنقوا، كارلي بتحط خطه. بتلاقي علبه كبريت، بتقطع الشريط بتاع العلبه بحذر، بتلزقه تحت الباب وبتلزق اعواد كبريت على الباب فوق الشريط بالظبط. وبكده لما الباب هيتفتح الكبريت هيولع وهيحصل انفجار بسبب الغاز. المهم هي وجوش دخلوا في فتحه التهويه وزحفوا عشان يخرجوا من البدروم. لما اهلهم سمعوا ان مفيش حركه بيعملوا فتحه في الباب وبيبصوا عليهم، واول ما بيفتحوا الباب بيحصل انفجار رهيب بيطيرهم. برنت اتصاب بجروح خطيره، لكن كندل بتبقى كويسه، بتلمح اولادها وبتجري وراهم. كانت بتحاول تقتلهم، وهنا بيجي ديمون اللي كان لسه عايش وانقذهم. بعدها هو وكارلي ربطوا كندل وحبسوها جوه الدولاب، لكنها قدرت تطلع ايدها وتضرب ديمون بالشماعه وبتفلت منهم. في ظل الصراع اللي بينهم كندل قامت ضربه بالشاكوش ووقعته من على الدرابزين، وهنا بيقوم برنت وبيسترد قوته. بيمشي هو وكندل ناحيه اطفالهم عشان يقتلوهم، بس قبل ما يقدروا يعملوا كده بيرن جرس الباب. ده معناه ان والد ووالده برنت جم. بيفتح لهم الباب، لكنه بيتعرض للهجوم فورا من والدته. بتبدا مطارده تانيه في البيت. والد برنت بيجري وراه، وبرنت نفسه بيجري ورا جوش ابنه. ولف بينا يا دنيا. في النهايه والد برنت بيزنقه في العربيه. اما جوه البيت كندل كانت في المطبخ بتحاول تقنع والده برنت ما تقتلوش، شوفوا مين بيتكلم. لما ما بتوافقش بتقوم ضربه الست العجوزه بالشاكوش في دماغها، وبتلف تجري ورا بنتها وبتطاردها بره البيت. بتقوم الجده طالعه وراهم ومتخانقه مع كندل. فجاه العربيه اللي كان راكمها برنت بتخبط الجده وبتقتلها، وكمان الجده عمل حادثه معاه ومات على طول. من ناحيه تانيه برنت بيغمى عليه بسبب الخبطه. الباقيين بيكونوا واقفين مصدومين من اللي حصل، وهنا بيجي ديمون اللي بسبع ارواح وبيخبط كندل بيوقعها في الارض. في المشهد اللي بعده بنشوف الاب والام مربوطين في البدروم واولادهم واقفين قدامهم. بيحاولوا يتظاهروا انهم طبيعيين عشان يفكوهم، لكن خدعتهم ما بتدخلش على الشباب. جوش بيبكي وبيقول لهم انه لسه بيحبهم، وبرنت بيقول له ان هو كمان بيحبه، لكن في بعض الاوقات بيكون عايز يقضي عليهم. شكرا لدعمكم الجميل، واشوفكم مع فيلم جديد.